تحية من فوق الأمن الداخلي وجميع المواطنين إلى الطاقم الطبي. تحية تقدير وإجلال للجهود اللي عم بتقوموا فيها وللتضحيات بظل تفشي فيروس كورونا. للطاقم التمريضي ولجميع المسعفين والممرضين والممرضات لكل التضحيات اللي عم بتقوموا فيها ولاستجابة النداء والاستغاثة. ومن قلكم انه انتو الجندي المجهول بظل الحرب اللي عم نعيشها حاليا. تحية لجميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا ومنقول لهم قلوبنا معكم، صلاتنا معكم لتقطعوا هالمحنة وترجعوا لعائلتكم سالمين.